قرار الرابطة الوطنية لكرة القدم ترشيح النادي الإفريقي إلى مرحلة البلايوف على حساب النادي الرياضي البنزرتي أشعل فتيل الاحتجاجات في بنزرت وملأ ليلها الهادئة صخبا. ليلة ليست ككل الليالي في مدينة بنزرت الحالمة، هنا اختلطت رائحة الغاز المسيل للدموع بهتافات المحتجين الغاضبين إزاء ما اعتبروه ظلما لناديهم. ديما يظلموا فيها السيابية، ديما محقورة من قبل، راي مش أول مرة تصير لنا، عم ناول راي صارت لنا مع الاسبيرانس وصنية مع الكلوب أفريكان، كانوا ينجموا يعملوا حل معناتها باش ما تكلش بعضها لهناك، كما نقولوا ما توقعش الصدامات في بنزرت وفي تونس. كانوا يعملوا مباراة براج معناتها مباراة فاصلة بين الزوز فريقين، اما لا غالب ما نعرفش تقول اكسبري عاملينها في بنزرت. لعبات تحرقت بنزرت هنا والحاكم يجري على خاطر هما خايفين تونس تحرق، ما تتحرق بنزرت خير خاطر تونس كبيره على عليهم، مي بنزرت صغيره عليهم من قبل هذه سنين. الله تعزيزات أمنية مكثفة من قوات الأمن ووحدات التدخل قامت بتأمين حركة المرور على الجسر المتحرك لتتحرك لاحقا في مطاردة للمشبوهين داخل أحياء جرزونة. احنا المهمة تاعنا هي حفظ الأمن والحفاظ على الممتلكات الخاصة والعامة. كيف ورا كيما تشوفوا معنا قاعدين ندخلوا الشريحة نتاع ثم إيقافات وشريحة نتاع المظاهرين أغلبية معنا تلامذة إيقافات بالعشرات حسب المصادر الأمنية تعكس حجم ما ألم بعاصمة الجلاء لتتراكم فيها مشاهد حالكة وتنطق شوارعها بأن ما جرى ليس من محض الصدفة. وصل الأمر حد إحراق الراية الوطنية في مشهد يعيد للذاكرة صورة إنزال العلم من فوق صرح كلية الآداب بمنوبة، فهل سيكون لهذه الحادثة وقع مشابه لما حدث في منوبة؟ اللي قام بالشغب ما هوش جمهور نادي بنزرت، اللي قام بالشغب أطراف دخلت وظهالي استغلت الموقف، وكنا ريناهم موقعات الثورة وفي كل وقت يطلعونا مناش عارفين منين، وهم اللي عملوا الشغب الكل ودار فما حاجات على حسب ما سمعت ممنهجة في البلدية، مكاتب معينة وحاجات معناتها ظاهرة اللي ماهيش تاع جمهور نتاع رياضة نتاع كورة خرج يعبر على رأيه. ليلة الاثنين الأسود في بنزرت أكدت عسر المخاض الذي تعيشه تونس، وأبرزت بما لا يدع مجالا للشك صعوبة المهمة الأساسية وضع نموذج مدني لا يتداخل فيه الاحتجاج بالعنف والتخريب. حالة غضب وهيجان تفجرت في بنزرت الهادئة دون سابق إنذار. لم تعد الرياضة وسيلة لتهذيب النفوس وترقية الأخلاق، بل مصدر للفوضى في تونس ما بعد الثورة. إنه الحصاد المر لسيني الاستبداد العجاف يتفجر كل مرة في وجه الثورة بطريقة جديدة. منيرة شريفي، قناة المتوسط، بنزرت.